نخاف من هؤلاء أو من أولئك، نقول الحق ولو على أنفسنا، ولو أخطأنا في اليوتيوب تلقى إيه أبو بكر أنا أخطأت بفلان أتوب إلى الله، فلان أنا أخطأت مزمن، أنا أخطأت بكذا أتوب إلى الله، في ولا ما في؟ لأنه ده دين، في موجود ده دين. فزول رد على نفسه بقى لك ما يرد على زول أخطأ تاني غيره يرد عليه لأنه ده دين. الإمام مالك قال وما منا أحد إلا راد ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفت كيف؟ لكن ده لسان تربوا على هذه الحزبية، والآن تنصلوا عن الدعوة إلى التوحيد بالصورة الصحيحة التي جاء بها جميع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. وآخر شيء آخر شيء توجوا به الباطل حقه، عرفت كلامي؟ ده آخر شيء توجوا الباطل. جابوا محمد الأمين إسماعيل في التلفزيون لا بيشال شنو أخضر ولا ما شفته؟ الحمد لله شفته. ده بجوز هذا كيف يا جماعة؟ ده نائب الرئيس العام بتاع جماعة ولا ما هو كده؟ لا بالشال أخضر يا ناس في كل حلقة، الشال أخضر شال ذاته بتاع ناس البرع ده لابسه، قدوا منه نسخة لابسه في كم قناة في كم برنامج، والطامة الكبرى جاياك ألو الشيخ محمد الأمين في التلفزيون عندنا فتوى، تفضل معنا المتصل فلان من كذا، بسألك من الصوفية على حق ولا باطل؟ الجواب قال يا جماعة البرنامج ما خصص لمثل هذه الأسئلة، ده أول حاجة. وانت جاي ليه يا أخي؟ الله يهديك يا أخي، انت فاتح بوزك ليه؟ ده البرنامج ذاته مفروض لو قال لك اتكلم عن الصلصة تقول الصلصة من الطيبات، ولكن هناك شيء خبيث وأخبث الخبائث هو الكفر والشرك أجاب الصوفية، وكما قال البرعي وكما قال المرغني. إن شاء الله ما يجيبوك في التلفزيون ليوم القيامة. هل الله تعبدنا بالتلفزيون؟ يعني هل الله يسألك يوم القيامة إنه لو ما جابوك في التلفزيون يعذبك؟ ليه النازل ما كان كثير في التلفزيون وتركوا الدعوة من أجل التلفزيون؟ قال البرنامج لسه جايك لم يعد لمثل هذا، وقال هسه لو قلنا صوفية كويسين في ناس بيزعلوا، ولو قلنا كعبين في ناس بيزعلوا. وبالله التوفيق نائب الرئيس العام ده ما زول تحت، ده ما زول تحت عشان تقول لي ده خطأ خاص بيه، ده نائب الرئيس العام. عشان كده العلامة الشيخ الربيع كلمة واحدة بس تكفيك لمن أراد الحق، قال أن صار السنة سقطت ورب السماء. ناس باروا السياسة وباروا الدنيا وانتوا شايفينه وعارفينه، انتوا في حاجات عارفينه احنا ذاته ما عارفينه ولا ما يهو ده الحاصل. فضل يا شيخ أبو بكر، ها